اهلين وسهلين ابو احمد، معوضين. وين يا معوضين؟ سلام لله بربيع. اهلين وسهلين ابو حسام، صدقني ما انتبهت لك، كنت شاريت. كيفك اليوم؟ كيف الشغل معك؟ الشغل راح يصير عال عال اذا دفعت لي حسابك على دوز بارا، وراح يصير الشغل اكل هوا اذا جنابك طنشتني ودرت لي ظهرك وعملت حالك مو شايفني. والله معك حق ابو حسام، وانا ما بلومك ابدا، بس صدق اني الحاله تعبانه شوي، والراتب ما عم يكفيني لنص الشهر. يعني شو بساوي انا بهالحاله بقى؟ يعني فكري اذا انت هلا لا تعمل لي فكري ومكري، هي صبرت عليك شهرين واخرتها معك. طيب كمل معروفك ابو حسام واصبر علي اسبوع زمان، لانه قسما بالله ما معي سدد لك حسابك بالوقت الحالي. عم اقول لك قسما بالله يا رجل ما معي، يعني لو معي كنت عطيتك. لا حول ولا قوه الا بالله. لك حبيبي اذا راتبك ما عم يكفيك ليش لحتى تاكل لحمه؟ كل شيء تاني. مو بايدي ابو حسام، مو بايدي، والله مو بايدي، بس احيانا عم اضطر اقطع لحمي من عندك مشان ما اخجل واختزي قدام بيت حماي، لانه مثل ما بتعرف انا مضيوف، وبيت حماي بيحبوا يتغدوا عندي كتير، لانه بيحبوا طبخ بنتهم، ومو حلوه نطبخ لهم بالزيت، والله مو حلوه. يعني الواحد بيمرق طبخات الزيت مره مرتين بس مو دائما. لك لعيت لي قلبي يا ابو ربيع، شبك بالع راديو. معلش يا ابو حسام طول بالك علي شوي، يعني مو مناسبه وقفتنا قدام العالم ونحن عم نتعاتب. خلص خلص، بوعدك باول الشهر الجاي اني وفيك المبلغ منيح. يعني شو طالع بايدي جاوبك؟ يا سيدي منيح، راح انطرك لاول الشهر. كتر خيرك، فضلت ابو حسام. السلام عليكم. وين ابو ربيع؟ استنى شوي. مو يا حسام، هات عصعوصين من جوا بدون ما تروح على البيت وايديك فاضيه. اي بس انا يا ابو حسام على حسابي، شبك تلبكي. تفضل، هدول اذا مديتهم فرشه تحت اليبره بيطيروا العقل. بقى كول وتذكرني. اهلين وسهلين، ان شاء الله صحه وهنا. شكرا يا حبيبي، يعطيك العافيه. الله معك، مع السلامه يا ابو ربيع. سمد يا سمد. اهلين نسوح، راجع بكير اليوم. ايه والله اليوم صرفنا براقب العمال. قال بدهم يعملوا صيانه للالات. شفت يا نسوح؟ شفت الهواء اللي طلع قبل شوي شو قوي؟ يا لطيف تلطف، الله وكيلك شفنا على الطريق أكثر من 3 شجرات، كل وحدة هالطخن طخنة واعين فوق السيارات، هذا ما عدا الدشات اللي قلبت من فوق الأسطيح. شو قصة الهوا هاد؟ ماله بالعادة يكون قوي هيك؟ لو الدنيا شتاء فيها وما فيها، بس نحن بالصيف وحرائي. على فكرة لازمنا مروحة، اشتري لنا إياها لأنه رح نفطس من الشوب. تكرمي على عيني وراسي. بتصدقي يا سمر انه الهوا مطير سقف ارميد بحاله؟ الله وكيلك شفت. على فكره قبل ما انسى، بدنا علبه سمنه لانه مو بيان عنا ولا معلقه. على عيني وراسي. لا والهوا القوي اذا كان، وبدي سائل للجلي وشامبو لانه انا عم بتعذب كتير بالجلد. استغفر الله العظيم، ولك شو قصتك انت؟ يعني ما بيحلالك تسمعيني الاخبار الا وانا عم بتسمى؟ خلص السكر، بدنا صابون، طلعت فاتورة التليفون، برادنا انتزع، بدنا محارم، اشترين لمروحة، انعمى. يعني ما بتكفيني البهدلة اللي سلخني اياها اللحام مشان اللحمة اللي اشتريتها مشان عزايمك؟ هلا كل يوم بدك تسمعني اسطوانة عزيمة بيت اهلي؟ يا رب ينقص لساني مشان بطل اعزم حدا. شو هاد؟ شو اللي وقع؟ اكيد وقع شيء. شو اللي وقع الحيط؟ والله ما بعرف. اكيد هذا الضعضع من الهواء اللي طلع وانهار بمحله. منيح اللي ما وقع على راس حدا، كانت مصيبتنا مصيبه. لا حول ولا قوه الا بالله. شوفي شلون كشفنا على العالم، كشفنا على الرايح والجاي. انا كم مره قلت لك هالحيط بده صيانه، ليش ما بترد علي وقت بحكي؟ هو صحيح كان بده صيانه، بس مو لدرجه انه يوقع اذا ما عملنا له هالصيانه. المهم بدك تعمر حيط بداله، ومو تسترخص وتحط حجر خفان، حط حجر متين مشان يروح معنا مواتية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايوه. ايه معلم، شو طلع معنا؟ شو بتكلفنا العملية؟ شوف سيدي، إيش كان بدك حجر ماكن يعني وقوي، بدك تقوي قلبك وتدفع. قديش يعني؟ اللهم صل على النبي. إيش كان إنه؟ يعني حوالي 60,000 ورقة. 60,000؟ شوف سيد راسي، انت عندك المسافة طويلة، 4.5 متر طوله، ارتفاعه 3.25، والحيط سيدي بده تليس وبده دباق، وراح نعمل له صب الشيناج مشان ما يوقع تاني مرة، فشو بتأمره؟ أنا حاضر. ولا يهمك، بهاليومين بخبرك إن شاء الله.
شوف سيد راسي إيش كان بدك تشتغل يعني ردي لي خبر بسرعة، شنو أنا عندي ورشة مهاجرين عشان ما أطول عليك ونيلك شغلتك بسرعة. بقى شو تفضلت؟ ماشي الحال ماشي الحال، بخبرك إن شاء الله بخبرك. شو عم نحكي يا معلم؟ سيد راسي ما تنسى عندي ورشة بالمهاجرين. والله يا خالي بتمنى أساعدك، مو لأنك ابن أختي بس لأني بحبك من جوات قلبي ولأنك مرتب وآدمي. الله يديمك يا خال الله يديمك. بس والله يا خال هالمبلغ ما معي، عندي دينة بكرة بدي ادفعها، أنا ماني عارفان شلون بدي أمن المصاري. أنت يا أبو أيمن هلأ أعطيني نص المبلغ وأنا بأمن النص الثاني من جهة أخرى. ما بحسن أعطيك ولا قرش، أنا بدي مين يعطيني. يعني أبو أيمن أنت هلأ ولا قرش، ما في مجال بنوب. رحت عند أخوك بشير؟ نعم يا سيدي رحت. وما عطاك؟ إيه هاد عظمه مليان ذهب. قال ما معه، بدي يدفع قسط الجامعة لابنه. صدقوا نصوح صدقوا، الناس بارعة الموس على الحدين هالأيام، والقرش صاير عزيز عزيز كتير، ليش ما بعرف. ماشي الحال، خاطرك خال، ستور ما شفت منا. ما شفنا منك إلا كل خير، الله معك خال. أهلين أبو ربيع، الله يعافيك، تفضل. لا والله مستعجل شوي، بدي أحكي معك كلمتين أبو محمد. على راسي. بإذن الشباب. عن إذنك أبو ربيع. فوت عود محل قصدي البارح بجوغ العميل. أهلين وسهلين أبو ربيع. أهلين أبو محمود. إيه سيدي، إلك ولا للديب؟ خسد ديب أمور. بدي منك تديني شي 60,000 ليرة لأربعة شهور. أوف، 60,000 ليرة من اللي يا عصرة، يطلعوا من بعدي إن شاء الله. عفواً أبو محمود، يلي بعرفه إنه أنت بالوقت الحالي يعني معك قرشين نضاف من الدكان يلي أبوك الله يرحمه. لك أنا دكان هاي يا الله وكيلك، القرشين اللي قبضناه صاروا هباء منسورة. بعدين ما قلت لي ليش بدك 60,000 ليرة؟ حيط الجنينة اللي عصقاه قلبه الهوى وبدي عمره. الله وكيلك ما معي يا أبو ربيع، ولو كان معي لكنت بديتك على الكل، من اللي يا حصرة. طيب انت ليش ما بتاخد قرض من البنك؟ يا سيدي اخذ قرض لسنتين وباقي لي سنتين حتى اوفي بقيه الاقساط. اصبح شوف المحاسب بركي بيعطيك سلفين، حاكم عم يعطوا سلف بهالوقت، ما فيها خساره. يعطيك العافيه ابو كمال. لحظه يا زلمتي. ابو كمال ما رح اخذ من وقتك كثير، لحظه صغيره اذا سمحت. امور شو بتريد؟ من مده كم يوم يعني لما هبت العاصفه وقع حيط الجنينة تبع بيتي لمطل عصقاه، وصرنا قاعدين بلا حيط أكثر من أسبوع. شو هالكسل هاد؟ ما تجيبوا واحد يعمر لكم إياه؟ لا جبنا واحد، مو ما جبنا، بس قال هالحيط بده يكلفنا أكثر من 60,000 ليرة. إيه شو المعنى؟ ما فهمت عليك، شو قصدك من ورا هالرواية كلها؟ يعني بدي سلفي على معاشي 60,000. ها هيك لكان؟ يعني إذا ما بصير سئلي. شو رأيك أعطيك 200,000 حتى تتفضفض فيهم أكثر؟ لا أنا ما بدي غير 60,000، هيك طلب المعمرجي. ولك يا بني آدم، أنا ما عندي قوانين سلفك ولا ليرة واحدة، شلون بدك يعني سلفك 60,000؟ شو جنيت أنت؟ طيب شو بدي ساوي بالحالة؟ شو بيعرفني؟ روح لاقي لك شي واحد يدينك يا أخي. دورت كتير، ما حدا قبل يديني. أيوه، وما لقيت تدين غير من الدولة، ما هيك؟ روح حبيبي روح، خلينا عارف نشتغل، الله يرضى عليك. مرحبا أبو كمال. أهلين أهلين أبو صبري. شلونك اليوم؟ الحمد لله بأحسن حال. طمني القبض جاهز؟ إيه جاهز، من ساعتين وصلني إشعار الدفع. وقديش طلع لي بالنهاية؟ يا سيدي طلع لك 160,000، بيروح منهم ضرائب 4,000، بيصفوا 156,000. شرف، أنا جهزت لك يا شرف. يسلموا دياتك أبو كمال، معدودين. يلا بدك شيء؟ سلامة قلبك، إن شاء الله تصرفهم بالهنا. الله يسلمك، يلا سلام عليكم. مع السلامة. أبو صبري ممكن سؤال لو سمحت؟ تفضل ولو. هالمبلغ اللي قبضته هلأ حضرتك شو طبيعته؟ يا سيدي هذا تعويض إصابة العمل يلي صارت معي. ليش ما دريت انه الرافعة وقعت فوق رجلي وكانت رح تهرسني هرس لولا لطف الله؟ مبلا دريت. وقديش قبضات؟ شوفت عينا 156,000.
نعمة كريم، ولو كانوا رجلي التنتين هن اللي مكسورين كنت قبط مبلغ خير الله. شو هالحكي؟ لكن شو مفكر؟ كل شيء له تسعيرة. وانت بتعرف تسعيرة كل إصابة؟ طبعا صار عندي خبرة. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. وفي عندك إصابة جهاز التنفس نتيجة استنشاق غازات ضارة ب100,000، بقى شو رأيك؟ لا لا، هي ما بتمشي معي النوم. لك المصيبة إنه أنا مضطر نقي لك إصابة، يعني على هوا المصاري اللي لازمينها. قديش قلت لي لازمها؟ 60,000. وإذا حصلت 100,000 نعمة كريم، خلينا نتبحبح شوي، حاجتنا تعتير بقى. طيب شو رأيك بإصابة في الرأس تؤدي إلى فقدان الذاكرة أو الجنون؟ ليك هي غالية، يعني تعويضها محرز شوي. قديش تعويضها يعني؟ هي ب300,000. لا لا ما بدي إياها، ما حبيتها منه، بدورني على غيرها. أعطيني شيء أخف شوي، أخف من هيك أبو صبري؟ ما في أخاف؟ بلا بيلتقى. طيب أنت اسمع ونقي على كيفك اللي بيناسبك. فقدان أذن ب30,000، تحطم وتهشم أنف على الخالص 40,000، جلطة دماغية 200,000، بتر ذراع أيسر 175,000، بتر ذراع أيمن 200,000. حاجة بقى أبو صبري، حاجة. والله كششت اللي بدني. ولك أخي أنت ليش بتضوج؟ خليني خدمة. ما اختلفنا يا حبيبي، بس لقيت لي شغلة خفيفة، يعني أنا عم دور على شغلة هيك يعني بسيطة وبنفس الوقت تعويضها كبير. على عيني، فهمت عليك. على ما يبدو أنه طلبك باللائحة الثانية. اسمع يا سيدي، فقدان إبهام أو سبابة أو وسطى أو خنصر أو بنصر، هدول تسعيرتهم كل وحدة 25,000 ليرة. شو قلي؟ لا حبيبي لا 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 لا، ما بيناسبني هالشي منوب. طيب غيره، قصور كلوي كامل، تهتك صابونة الرجل، انبعاج حنجرة، احتراق الوجه بالكامل مع تشويه دائم. ولك شبك أبو صبري، العمى ضربك، لسه بتقي العيار، لعت نفسي من هالصور يلي بتوقف شعر الراس. ولك حبيبي أنا حابب أخدمك وساعدك بمحنتك، ما بدك هالخدمة اللي لحتى أسكت وصلى الله بارك. حبيبي فهمني، أنا بدي، مو أنه ما بدي، بس يعني ترفق فيني شوي. ولك ارحمني يا شيخ، عليم الله متت 100 موتة وأنا عم بسمعك. أصبح ما في قدامنا غير القائمة الأخيرة. هات شوف. ما لا لا. فشل كلية واحدة، انهراس مشط رجل، فقق عين، ديسك بالظهر، ثقب. لحظة لحظة، قديش تعويض ديسك الظهر؟ 100,000 ليرة. حلو كتير، نعمة كريم، توكلنا على الله. مبروك. مبروك، يعطيك العافية. هلا انت متأكد انه مكنتير على قسم الشحن؟ نعم استاذ متأكد. غريب. شو الغريب استاذ؟ هلا انت قاعد بمكتبك معزز مكرم والشغل عندك قليل، بقى ليش بدك تنتقل على مكتب الشحن؟ حدا زعجك شيء؟ ابدا استاذ، بالعكس كل الموظفين لطفاء وبحبهم وبيحبوني. لكن ليش بدك تنتقل؟ اذا فكرك انه راتبك رح يتحسن، لا سن اسنانك بنوب، راتبك رح يضل هو هو، لا رح يزيد ولا رح ينقص. بعرف هالشيء استاذ، والحقيقه انا مالي طمعان بزياده راتب. لكن ليش بدك تنتقل؟ يعني سيدي بصراحة أنا مليت من القعدة ورا المكتب وحابب غير جو. ايه تصطفل، أنا نصحتك وانت ما عم ترضى. مع الموافقة. تكرم. شرف. كتر خيرك استاذ. شكرا. مع السلامة. العافية. غريب، أنا أول مرة بشوف واحد طالب نقل على هالقسم. حط كيس ثاني شباب، ركزوا على ظهري منيح، حط كيس ثاني كمان. معليش شبنا ابو ربيع، على مهلك، واحد واحد اريح لك. لك حط كيس ثاني، شو بدك هالشغله؟ ما اختلفنا، بس هلا بينكسر ظهرك. يا ريت. لك حط كيس ثاني، لازم الواحد ياخذ راتبه بالحلال. حط. آه.
قلنا لك حمل واحد ما رضيت، بدك تحمل مثل الدواب. قال شو بده ياخذ راتبه بالحلال. تفضل سيدي، هاي مبرق ظهرك، عجبك هيك؟ ولك شو انبرق، يمكن انكسر. خذوني على دكتور المعمل اعملوا معروف. اخ اخ يا ظهري، اخ اخ يا ظهري، اخ دخيلكم على هالوجع. اخ 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 اكيد معي ديسك، مو هيك دكتور؟ لا لا، فال الله ولا فالك يا شيخ، ما بشي من هاد النوب. انت لا معك ديسك ولا هم يحزنون. معقول ما معي ديسك؟ لكن شو معي؟ يعني بدك تقول شوية ردود وضغوط بسيطة على الفقرات، وهالشي عمل لك اجهاد ووهن. لا حول ولا قوة. يعني ما بيطلع لي اصابة عمل دكتور؟ لا سلامتك، ايه ما شاء الله حولك مثل الحصان. انت لا بيطلع لك اصابة عمل ولا شي، كل هاللي بيلزمك استراحة اسبوع زمان بالبيت وبعدين ترجع لشغلك. طيب شكرا دكتور. وين وين اخ نصوح؟ شو هذا مستعجل؟ تعا خذ العكاكيز تبعك بيلزموك. اه ايوه بيلزموني بيلزموني. السلام عليكم. الله معك، معافى. هلا لايمتى بدنا نضل بهالحاله؟ الله وكيلك، اليوم الصبح ما شفت الا كلبين طلعوا بوشي، قسما بالله مت من رعبتي. ومبارح الاولاد سرقوا لي الغسيل اللي ناشرته على الحبال، وبعدين كل رجال بيمرق بيوقف وبيطلع بكل جقاره. يعني باختصار صرنا فرجه للرايح والجاي، وبصراحه انا مالي حاسه حالي ساكنه ببيت، حاسه حالي ساكنه بصقاق. طيب شو بدي ساوي يا سمار؟ قلي لي حتى ساوي. دين ما حدا ديننا، اصابه العمل ما عم تزبط، حظ ما في، شو ساوي غير هيك بقى؟ الله وكيلك، اليوم حملت طاوله مكتب خشب سنديان بحالها على ظهري هيك للطابق الرابع، وما صار لظهري شيء، ما صار شيء. رحت على الدكتور قلعني، قال لي قوم حاجه بقى تخسر المعمل حق صور شعاعيه، وفوق منها كان بده يطلب لي عقوبه تمارض. بقى شو بدي ساوي يا سمار؟ شو بدي ساوي اذا كان ظهري معند متيس؟ زدت حالي مش بنايه عاليه حتى اعمر لك الحيط؟ لا سلامتك، ما عم اقول انا هيك لا سمح الله. ليش معلقين هاللافتات كلها؟ كأنك مو عايش بهالبلد. تركه بهمه يا زلمة، مانك شايف فكره مشغول بالحيط اللي وقع عنده بالبيت؟ اليوم عيد الأعلاف العالمي، وبعد شوي رح يصير مهرجان خطابي هون بالساحة، ويمكن نطلع مسيرة كمان. ومين بده يخطب دخلك؟ مين يعني؟ في غير مديرنا أبو معتز؟ سيداتي وسادتي، خير ما نستهل به حفلنا هذا أبيات من الشعر لشاعر قد اشتاق لخروفه الضائع، وقد خاف ألا يجد الطعام عند من خطفه، فقال: يا خروفي كيف عني أبعدوك، هل ترى بعد دلالي علفوك؟ وقال آخر: يا معلفا للماشية فيك جميع الأغذية، هذا خروفي متخم نعسان قرب الساقية، علف الحكومة علف الحكومة رائع يعطيك سر العافية. أعزائي، الكلمة الآن لمدير معمل أعلافنا اللذيذة الأستاذ حسني أبو معتز، فليتفضل مشكورا. تفضل أستاذ. إخواني إخواني، أنا لا أجيد الحكي في المواقف الخطابية، ولكن أقول باختصار: طالما أن الحيوان في قطرنا بخير فنحن بألف خير. ليش عم بقول الحكي يا إخوان؟ لأنه منه اللحم ومنه الهبر
ومنه الصوف ومنه الشعر ومنه الدهن ومنه الدسم ومنه الحليب ولبن الغنم والشمندور والقشطة والكفتة واللحم بالصحن كله منه. فإذا كان الحيوان تبعنا ماله معلوف منيح فهالشي رح يأثر علينا وعلى صحتنا وما رح نسمن بنوب ورح يصير فينا مثل هدول تبع أفريقيا يعني جلدة على عظمة. فبهنيكم بهالمعمل يلي على أساسه أسس لزواتي الأربع من بقر وأحصن وحمير وخواريف وغنم وماعز. واقسم بالله يا جماعة من كتر علفنا مو لذيذ وصاير عليه إقبال وتهافت من البهائم خطر ليدوه. صدقوني خطر لي ذوقه يا جماعة لحتى أعرف الحيوانات ليش عم بيحبوه يشمشموه كل الأد. شو السر يا ترى؟ بس ما سويتها وقلت لحالي لا تشارك المعتر بأكله ولو كان للمواشي أصوات تسمع لكن سمعنا أصواتها عم بتجحر بالمعلوب وعم بتقول شكرا إلك يا حكومة. ما عم بالغ يا جماعة لأنه فعلا هالعلف شهي جدا يمكن لو سكبناه بالصحن وحطينا فوقه شوية زيت ليتاكل معنا بالخبزة. بالمناسبة راح نأمل لكم العلف بأي وقت تحتاجونه. علف وطني أصيل حطينا له نكهة الإكيدنيا وما في هرمونات ولا ضراب السخن. وبالإضافة لهالشي وبمناسبة هاليوم السعيد كل مواطن يثبت أنه عنده حمار أو بغل أو تيس بيطلع له 50 كيلو علف مجانا. وعلى كل جرت العادة كل سنة أنه نطلع بمسيرة معبرة حتى نلتقي مع بقية معامل الأعلاف. ورح بشركن اني انا اليوم طالع معكن على راس المسيرة باتجاه معمل اعلاف المدينة حتى نجتمع وتعم الفرحة على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد الاعلاف حليت علينا يا أهلا خير وبركات يا أهلا ما في أعلاف يا أهلا ما في حليب يا أهلا لا لحم وسمنة يا أهلا عيد الأعلاف يا أهلا حليت علينا يا أهلا خير وبركات يا أهلا عيد الأعلاف يا أهلا حليت علينا يا أهلا حليت علينا يا أهلا خير وبركات يا أهلا عيد الأعلاف يا أهلا حليت علينا يا أهلا وضريب إن شاء الله. جيت الإسعاف يا شباب. إن شاء الله معافى. إن شاء الله ما في إلا السلامة. ما دول ياخد هوا.
شو حامل على ظهرك؟ حملت المدير العام ابو معتز. الصراحه انت صاير معك ديسك. شو الحكي؟ ايه والله يا نصوح، صاير معك ديسك قوي وفتق لبي بين الفقرات. يعني عفوا دكتور، هالحاله بيطلع عليها اصابه عمل؟ ايه طبعا بيطلع لك. يعني قديش بيطلع لي تقريبا؟ يعني بدك تقول شي 150,000. روح يا دكتور روح، الله يبشرك بالخير. بتسمح لي خبر مرتي؟ تفضل. شكرا. الو الو نعم سمر، باركيلي، هنيني. خير؟ على شو بدي هنيك؟ ولك زلغتي، صار معي ديسك بظهري وبيطلع لي 150,000 ليرة. الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك ان شاء الله. ليش شو حملت حتى صار معك ديسك؟ حملت مديرنا الاستاذ ابو معتز بمسيرة الاعلاف. ليش قديش وزنه ها؟ ما بعرف بس تقيل، تقيل كتير كتير تقيل. حزبي هيك ها؟ من زمان كنت حمل هيك زلمة تقيل، مو تحمل لي صناديق وشوالات وتنك. قلتك والله المدير طلع أحسن من 50 شوال بطاطا. معناتها رح نعمر الحيط مو هيك؟ ايه طبعا طبعا. لكن شو؟ وبدي براد كبير وغسالة جديدة ها؟ ولا يهمك حبيبتي، كله صار مقدور عليه. ايه لكن الله معك. مع السلامة. الله معك. ألف مبروك البراد والغسالة يا سمر. الله يبارك فيك يا حبيبي. منيح لي ما طولوا بصرف المعاملة، لأنه كنت ظانن أنهم بيطولوا. الحمد لله على كل حال، هي صلحنا الحيط وصار عنا براد وغسالة وكعكتين بخيط. ألف الحمد لله، ربك بده يرزقنا ما في كلام. ربك ربك كبير بعد اسمه حبيبي. نعم عيني. شو بدك تعمل بحالك تاني مرة؟ ما فهمت عليك بشو حبيبي. لازمنا مكيف. مكيف؟ مين بدي احمل تاني مره؟